وهكا خرجوا ملك مدينة سدوم وملك مدينة عمورة وملك مدينة أدمة وملك مدينة سابويم وملك مدينة بلع، وخلطوا على الحرب في وادي السديم 4 ملوك ضد 5. وكي ملوك مدينة سدوم ومدينة عمورة هربوا، الملوك الأربعة استولوا على كل الممتلكات في مدينة سدوم ومدينة عمورة ومشاوا على رواحهم. وزادوا هزوا معهم لوط ولد خو أبرام الساكن في مدينة سدوم وهزوا له ممتلكاته ورحلوا. وجاء واحد من اللي نجاو وحكى على اللي صار لأبرام العبري. وكيسمع أبرام اللي ولد خوت هز أسير، جهز 318 من العبيد المدربين على الحرب المولودين في دارو، وخرج باش يخلط عليهم حتى وصل لمدينة دان. قسم الرجال اللي كانوا معاه وهجم عليهم وغلبهم، وقعد يطارد فيهم وخالط عليهم حتى المنطقة حوبة في شمال مدينة دمشق. ورجع كل غنايم ومنع لوط ولد خوه وكل حاجاته ونساو الناس اللي تأسروا. وقتها ملكي صادق ملك مدينة شاليم جاب معاه خبز وشراب، وكان ملكي صادق كاهن لله سبحانه وتعالى، بارك أبرام وقالوا: مبارك أبرام من عند الله سبحانه وتعالى اللي صنع السماء والأرض، وسبحانه تعالى اللي سلم لك أعداك بين يديك. يا أخي أعطاه أبرام 10 كل شيء. وقال ملك مدينة سدوم لأبرام: أعطيني الأسرى وخوذ كل غنايم ليك. جاوبوا أبرام وقالوا: حلفت باليمين الربي اللي هو الله سبحانه وتعالى صانع السماء والأرض اللي ما ناخذ ولا خيط ولا سير متاع صندال. ولا أي شيء متاعك باش ما تقولش أنا اللي غنيت أبرام.